عدد من نجوم العرب هيكونوا موجودين بكرة، وكنا نتمنى إن واحد من حراس المرمى الكبار التقال اللي كان هيبقى موجود بالفعل كابتن علي خصيف حارس مرمى الجزيرة الإماراتي، لكن الإصابة بتمنعه. أكيد هو عايز يقول رسالة سلام، ورحب بيه على شاشة قناة النادي الأهلي عبر الإمارات وعبر الهاتف كابتن علي خصيف حارس مرمى الجزيرة الإماراتي. السلام عليكم يا كابتن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي، كيف حالك؟ عساك بخير. تحياتي لحضرتك وتحياتي لأهلنا في الإمارات وطننا الثاني، وطبعا ألف سلام عليك. الله يسلمك. أول شيء أحب أمسي على الإخوان الموجودين في الاستوديو عندك، وفي البداية أحب أوجه الشكر للقيادة وشعب مصر اللي دائما علاقتها بالإمارات متميزة، وهذا ما تعودناه احنا منها. وأحب أضيف الشكر مسؤولي الرياضة بشكل عام، كذلك النادي الاهلي ورئيسهم الاسطوره اللي احنا نعتبره الاسطوره محمود الخطيب على دعوتهم لي. كابتن علي، كنا نتمنى انك تكون موجود ولكن الاصابه كان ليها راي تاني، ولكن يكفي توضيحك ومشاركتك وروحك باهميه هذا اللقاء وهو رساله سلام. بالعكس، احنا واخواننا المصريين صراحه هذا شرف لاي لاعب اماراتي او عربي بشكل عام انه يكون يتواجد مع اخواننا المصريين ويشاركهم الاحتفال، هذا اقل شيء نقدر نسويه. اكيد طبعا، يعني امور زي دي بتبقى ليها شكل عام، خاصه ان هذه المباراه بتحمل الطابع العربي، في اكتر من لاعب عربي، هي رساله سلام موجهه من ضد الارهاب اللي بتعاني منه معظم الاوطان العربيه في هذا التوقيت تحديدا. نعم، هذا شيء طبيعي، واحنا يعني نتمنى تكثر هالمباريات حق، وخاصه المسمى حلو ان نوقف هل الظاهره اللي طالعه في الفتره الاخيره، لان الحمد لله السلام عندنا احنا يتكلم بشيء كبير وشيء كله تقارب العلاقات. اكيد تقارب العلاقات. الف سلام عليك، وان شاء الله تكون موجود معانا في مناسبات تانية، وتحياتنا للوسط الرياضي في الامارات، تحياتنا لحضرتك. مشكورين، وسلامي لكل المصريين المقيمين عندنا واللي عندكم ان شاء الله. شكرا.